ده قص اللحم اللي كنت عملت الفيديو عليه، اللي هو نسيت السلاكة مفتوحة وفقس الزغلول. شوف حضرتك الزغلول دلوقتي عمره 14 يوم، والاهالي لحمت على 12 يوم. يعني لو شفنا ده الذكر رائد اهو على الحصويتين، دليل ان هما لحم من 12 يوم. حصويتين بتوعه رائد على حصويتين، وده الزغلول اللي احنا معرفناش ايه اللي كان بيهاجمهم وكسر البيضة التانية يومها. تعال اقولك ايه اللي تعمله علشان الحمام يلحم من 12 يوم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اهلا بكم في قناة مشروعات صغيرة وتربية الحمام. ازيكم؟ وحشتونا، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. موضوع فيديو النهاردة زي ما قلنا الحمام هيلحم على 12 يوم، لكن ايه اللي خلاني عملت كده الفيديو ده؟ انا عملت فيديو ده قريب، من فترة قريبة، لكن هنعيد الفيديو بطريقة تانية، لان جاني سؤال ان حد بيقول لي، مش فاكر هي واحد او واحدة، تقول ان هو الحمام عندها او عنده بقاله سنة مش بيبيض، سنة مش بيبيض، شاري حمام والحمام مش بيبيض. فطبعا سؤال غريب جدا، سنة كتير جدا. فأنا قلت ممكن يكون انت شاري الحمام كبير أو زغليل. قالت كانت شاري حمام كبير وحمام زغليل وزغليل، فالكبير مش بيشتغل والزغليل اشتغلت. طب هنا قلت يا إما الحمام الكبير اللي هي شارياه، يا إما ذكورة، يا إما حمام عطال كان شغال للتحضين بس. فرديت على السؤال بناء على كده، لكن برضو من هنا جت لي الفكرة إن أنا أعيد الفيديو ده وأوري لك الحمام اللي احنا شفناه، الحمام اللاحم اللي هو بيلحم على 12 يوم، رغم ان احنا مش في موسم انتاج. في حمام قالش دلوقتي كتير، معظم ما تلاقي عندك هتطلع تلاقي الريش مالي المكان، ده دليل ان الحمام قالش ومريح دلوقتي، وفي واحنا في عز الحر، وفي ناس اصلا بتعزل الذكور عن النتي فبتريحها كده كده. فالحاجات اللي انا هقول لك عليها دي تأكد ان هي الحمام هيلحم فعلا، العش في العش، ومش هتلاحق تبيع زغليل ومش هتلاحق بيض، الحمام مش هيبطل بيض طول السنة يا جماعة. طيب زي ما احنا شفنا الفيديو اللي قبل كده، هنقرب كده نشوف الكلفة. بداية نجيب من البداية الكلفة بتاعت الحمام يا جماعة، لازم تأكل الحمام. بالمناسبة هي بتقول لي انا بأكل عيش وقمح وعلف. لا طبعا انا بقول مش كفاية، ممكن تحط القمح مضاف للاكل زي كده اللي احنا بنعمله، القمح او اللي هو الغلة بنقول عليه في مصر، والعلف بنسب بسيطة، لكن مش كل الاكل، والعيش طبعا اللي مفيش فيه تغذية الكافية للحمام. طيب هنقول برضو واحنا بالمرة كده نقول ايه الكلفة المتوازنة للحمام، او انا بعملها ازاي الكلفة اللي انا بعملها. طب هقول لحضرتك ازاي. لو انا هنقول اول مكوناتها، هي المكونات بتاعها فيها فول. اخواننا اللي في الخليج كان نفسي يكون عندهم الفول ده، سألوني حد سألني سؤال ان هو بيأكل الفول السوداني، لا طبعا الفول السوداني جدا غالي جدا يا جماعة، عندنا ما ينفعش نأكله للحمام. ده الفول اللي هو اللي بيستخدم في التدميس، والفول المصري ده اللي بيستخدم في التدميس. والبسلة انا بفضل البسلة الخضراء، ما بفضلش البسلة البيضاء، خضراء يعني جافة بس اللون الاخضر ده، مش اللي هي البسلة البيضاء. تمام، يبقى كده الصنفين دول. في كمان الذره الاصفر، والذره الذره الاصفر المجروش خشن او حب سليم اللي هو زي حبات الفشار، وذره الحمام، والقمح. بقى كده قلنا المكونات كلها اللي هي الاساسيه. ممكن تضيف عليها العدس، لكن انا ما بضيفش العدس غير في الشتاء، بس في الشتاء عشان يدفي الحمام، لكن في الصيف العدس بيسبب لهم الجدر يا جماعة او الجص يعني، فالعدس حامي فاحنا بنبعده في الصيف وبنضيفه تاني مرة تانية بنرجعه في الشتاء. طيب هنقول مكوناتها بسرعة كده. لو انت مثلا استخدمت 5 كيلو ذرة حمام، 5 كيلو ذرة حمام، هتجيب عليهم 2.5 ذرة اصفر، 2.5 غلة او اللي هي القمح،
وهتحط عليهم كيلو ونص فول وكيلو ونص بسلة. دي اللي انا بعمله، كيلو ونص فول وكيلو ونص بسلة، دي الخلطة المثالية او الكلفة المثالية بالنسبة لي. بالنسبة لكل حد له حاجات تانية باضافات تانية. طيب انت عرفنا خلاص الايه الكلفة المناسبة. طيب في اللي هو معانا كمان بيضاف عليها طول السنة يا جماعة، هو ده السر اللي احنا عملنا عليه الفيديو ده، اللي هيخلي الحمام عندك يبيض طول السنة ومش هيبطل انتاج، ومش هيبطل حتى في موسم القلش، حتى لو مش حمام لاحم. هتقول لي هو حمام لاحم؟ لا، هو في برضه عندي الزاجل برضه بسم الله ما شاء الله، واللي مش مصدق يشوف فيديو المزاد، مزاد الزغاليل اللي انا كنت عامله لسه الاسبوع اللي فات، هيدور في القناة هتلاقيه من اواخر الفيديوهات في القناة. ثنائي فوسفات الصوديوم، ثنائي فوسفات الصوديوم، بتحط معلقة اكل كبيرة على 5 كيلو من اكل الحمام اللي هو ده. تمام، يبقى كده حاجتين، الكلفة وثنائي فوسفات الصوديوم، ده اللي هو الاساسي. ده جماعة طول السنة تستخدمه على كل الاكل طول السنة. بيحصل عروض عند الحاج اشرف قدرت بيعمل عروض عليه، فيعني ما عرفش الوقت اعمل عروض ولا لا، فهو بيبيع رخيص جدا، كان بيبيع الكيس ب10 جنيه، واللي ياخد كيسين ياخد عليهم كيس هدية. ما عرفش لسه العرض ده ولا لا، نتمنى ان هو يستمر العرض، الحاج اشرف خضير يرجع لنا العرض ده تاني، لان ده مهم جدا يا حاج اشرف. طيب معانا كمان جروفيت بلس، جروفيت بلس بتستخدمه 3 ايام في الشهر، وفي السيلينيوم برضو 3 ايام في الشهر. سيلينيوم طبعا المستورد، مش اي سيلينيوم يا جماعة، سيلينيوم المستورد هتلاقيه هولندي او هتلاقيه ايطالي، المهم السيلينيوم المستورد. شوف حضرتك ده هولندي، في منه باللون الابيض، فما تدققش في حكاية الالوان دي. ان لقيته اصفر ماشي، لقيت الابيض اللي هو الايطالي ماشي، مفيش مشكلة. يبقى احنا قلنا ده 3 ايام وده 3 ايام بس في الشهر، مش اكتر من كده. تمام، ده برضو طول الوقت زي الاكل، التلات اصناف دول يا جماعة. اهم نبعد كده، نفتح الكاميرا، ثنائي فوسفات الصوديوم مع الاكل او الكلفة مع التحديق. التحديق ده يتحط في طاجن او في اكالة طول السنة طول الايام، ما ينفعش تشيله من قدام الحمام. كده نجيب ال5 حاجات كده، خد المنظر ده احفظهم كده عندك، ونقول لك ان الحمام مش هيبطل بيض ومش هتلاحق بيع زغليل طول السنة. كده اكون خلصت موضوع الفيديو، متنساش تعمل لايك وتشترك في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنبدأ المزاد بتاعنا، مش هنقول ب50 ولا ب60 ولا ب100 ولا الاسعار المغالفة دي، احنا بنعمل دعاية للقناة. هنبدأ المزاد من سعر 40 جنيه للجوز، يعني 20 جنيه للزغلول، لكن انت هتكتب حضرتك سعر الجوز لو عايز تزود. احنا بدأنا الجوز ب40 جنيه، لو عايز تزود زود 5 5 ب5، 5 جنيه ب5 جنيه، يعني بداية الزيادة تكتب 45 جنيه، واللي عايز يزود يكتب على اخر تعليق، يشوف اخر تعليق كام، يكتب يزود عنه 5 جنيه فقط. احنا يا جماعة بنحارب الغلاء. شوف بسم الله ما شاء الله الزغاليل